ناس انستغرام سافا كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. انا ديما نجيت عند ما شيري شورو تهلا فيا ديجا هاد السمانه هادي البنات سكنوا عندك هنا نويل وعيشوشه جاو داروا البيغ بي شعرهم كيما شفتوا في ستوري ديالهم الناس اللي متبعين نويل وعيشوشه جاو لو سونتر ديال بيوتيفول لوك بيان سور ا مراكش صاوبوا البيغ بي ماما خاتي فاطمه ناديا ديجا كنصاوبت عندهم بلانشيمون شو صوت مزيان؟ ممكن صوت بزاف الحوايج. كنت ديك الساعه فاش كنوجد العرس كنت كنتزوج كنت صوت بزاف ديال لي شوز ومن بين الحوايج اللي فريمون خطيرين خطير عندهم هي البيغ بي ديال الشعر واللي كنصح بها الناس اللي عندهم تساقط الشعر واللي عندهم يعني ما باغينش يتبعوا دي تريتمون هكا ناتوريل زيوت وداك الشيء وباغيين شي حاجه اللي تاكسليري لهم الهذا يتبعوا لي سيونس ديالهم ديال البيغ بي. طبعا دكتورة شروق اللي مختصة في كل شيء انجكسيون يعني البنات اللي باغيين بوتوكس فيلر الهايفو ميزوثيرابي شنو مازال شنو لايزر كل شيء استيتيك كل شيء انجكسيون عند دكتورة شروق تبارك الله عليها ويديها غزال ما شاء الله. دونك اليوم جيت ان شاء الله باش نتهلاو شويه في الحاله راكم عارفين ضروري غزال مره مرايين طلب حاجه فوالا خليكم لاباج انستغرام ديالهم كاينه في محاميد اون فاس ديال كافي طيبه ياك اون فاس ديال كافي طيبه ولا جوست تصلوا بهذا الرقم اللي حط لكم هنايا باش تريزيرفيو الرونديفو ديالكم.